السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي داير البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ البارح ما حطيت حتى شي فيديو، ما كنتش مسالية، ما مونطيتش لان راكو عارفين الويكند كيكون شوية الوقت مزاحم، يلا التقضية والدار والوليدات وعاد نجيو نوجدو الفطور. المهم راه البنات كلشي عارفين، واليوم بغيت نتقاسم معكم الفطور اللي حضرت يعني البارح، اللي هو فطور يعني بسيط، والأهم أنه صحي يعني الحويجات اللي صحيين ومتنوع، حويجات بسيط طبعا، ما يجيو خيبان لكم الطباسل كما ديما كنقول لكم، راه غير الطباسل وصافي. وشحال هذا ما كليت السردين يعني تهيتو، وانا كيعجبني في رمضان كيعجبني بزاف تحطي لي اي حوت الا السردين، كيكون هو المفضل عندي، كيجيني بنين سورتو المقلي، مي انا ما قليتوش، انا دخلته الفران وصراحه جا زوين وما شربش الزيت، ما فيه حتى شي حاجه، وبحال المقلي في المذاق ديالو. طبعا كنفضل انكم يعني كنشجعكم انكم ديروه في الفران عوض ما تقليوه، لان الفرن كيجي المذاق ديالو تقريبا بحال ما كاينش فرق. وانا غنوريكم، كنت يلاه جيت من السوبر مارشي، جيت الحوت كما كتلاحظوا، هذا السردين كي جابوا هذا الاسبوع، هذا الثمن اللي زوين مناسب، والسمك الابيض اللي حتى هو يعني ما كيخطانيش في الدار، كنجيبه بزاف، كنديرو هكا في لي كنديرو بروشيت او كنديرو في الفرن بوحدو، كيجي زوين. وغادي نشارك معكم واحد الطريقه ايطاليه كتجي زوينه هكا بالسمك الابيض، غادي يعجبكم، غادي تعجب يعجبكم المذاق ديالها ان شاء الله. غادي تتبعوا معايا الفيديو في الاخر، وغادي حتى الاخر ان شاء الله، وغادي تشوفوا الطريقه. وانا دزت باش نحضر لهاد الشرموله اللي غادي نقسمها على السمك ديال السردين وديال هاد السمك الابيض، يعني هاد البروشات ديال السمك الابيض غادي نزيد فيهم شي اضافات يعني ما وضعتهاش في الفيديو السابق اللي كنت حطيت في القناه ديال البروشات ديال السمك الابيض. وغادي نطحن هاد المكونات، القزبر ومعدنوس مع الثوم، ماشي غادي نرققهم بزاف، وانما شويه غتبقاو شويه باينين، ما كنبغيش نطحنهم بزاف حتى يوليو فحال شكل الماء، خاص شويه الربيع، انا كيعجبني يبقى يبان شويه في هكا في السمك. غادي نزيد نطحنهم يعني غير واحد شويه، هذا كيولي الشكل ديالو هكاك، يعني كما قلت لكم ما كنرققوش بزاف. وغادي ندوز دابا باش نقاد الحشوه اللي عفوا الشرموله اللي غادي نشرب من بها هاد الاسماك هادو. والحوت كيكون عليه بزاف ديال الطلب في رمضان، واخا هو شويه راه كيشحف يعني، خصوصا بالنسبه للناس ديال المغرب كاينه الحراره بزاف عندهم، والحوت كيعطش يعني في الصيام كيعطش، احنا عندنا البرد ماشي مشكل، واخا ناكل الحوت الدنيا هانيه، الجو عندنا مره شتا مره برد. وهنا بديت كنوضع الشرموله، قزبر ومعدنوس، فلفل احمر بودره، عطريه ديال الحوت ديال السمك، كركم، وشويه ديال الكمون، هاد المره زدتو ضروري لان السردين كيبغي الكمون، وضعت شويه واخا انا ما عنديش معاه بزاف، النسمه ديالو كيجيني مجهد، المهم كديروا داكشي اللي كتبغيو نتوما. ودرت نص ديال العصير ديال الحامض، نص حامضه، والنصف الاخر غدا نخليه باش نستعملو السمك الابيض. وغدا نزيد شويه ديال الهريسه معلقه، كتبقى اختياريه، المهم انا كتعجبني كتعطي واحد اللذه لهاد الشرموله او هاد الحشوه اللي غادي نستعمل هذه للسمك، شرموله وضعت شويه ديال الملحه
يعني الملح الكافي، الحوت راه ما كيبغيش الملح بزاف. وهذه هي الشرموله، من بعد ما ضفت شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نبدا ندير الحشوه في السمك بحال هاد الشكل. يعني كناخد السمكه وكن هكا نبقى ندهنها بهذا الشكل، وكنضيف عليها يعني سمكه اخرى او حسب واش نتوما تستعملوا، يعني السمك اللي كيكون كبير ولا صغير. هذاك الصغير كيجي زوين، انا كيعجبني يعني السردين داك اللي كيكون صغير، ما كيكونش فيه داك الشوك، ما كيكونش يعني كيبانش دوك اللي كيكونوا عنده في الجناب دوك دوك الشلاغم. واستمريت هكا كنقاد السردين، وكان في نفس الوقت كنوضعو في الفينو، هذاك دقيق الفينو مني كنصيبو هكا كنفندو في دقيق الفينو، او لا ديروه نتوما في الشابلور او في السميده الغليظه حتى هي. وما تستعملوش هكا الدقيق الابيض، ما ديروش ليه. ولا مثلا كنتو بغيتو تقليوه، كاينه واحد الفكره زوينه عاود باش يبقى ليكم هكا السردين ديالكم قرمش وعندو ديك القرمشه، شدوا الدقيق الابيض وزيدوا عليه معلقه ديال مايزينا. مايزينا هي اللي كتعطي ديك القرمشه، هذه فكره قالتها لي الوالده ديالي، قالت لي بقاي ديري ليه مايزينا. وفعلا ملي كتقلي السمك كتدير ليه ديك المايزينا، كتفندي فيها مع شويه ديال العطريه والطحين، كيجي مقرمش. وانا كندير غالبا هكا فينو. وهنا من بعد ما استفتو في اللاطه غادي ندير ليه شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد كما لاحظتوا درت ليه شي جوج المعالق ديال زيت الزيتون من الفوق، ودخلته للفرن ودست باش نحضر السمك الابيض. غادي نقطعو هكا، يعني قطع هكا بنفس الحجم، كيجي زوين في البروشيطة البنات، كيجي غزال ورائع بنين بزاف، وكيجي خفيف على المعدة. يمكن لكم تعوضوه بالدجاج، حتى هو بنفس الشرمولة كيجي زوين، وديروا للدجاج العطرية ديال السمك، يعني بحال راكم دايرين السمك، كيجي حتى هو المذاق ديالو زوين، كتميزيش يعني. يعني اللي ما بغاش هكا ياخد يدير الاسماك او لم توفراش عنده يدير صدر الدجاج بنفس الطريقه. وغادي نزيد عليه العصير ديال الحامض، نص حامضه وشويه ديال الملحه. انا الفرق على الوصفه الفايته انني انا هنا استعملت الصوجة وطحنت هكا الثومه، حيت المره الفايته ما درتش الثومه، يعني هذيك اللي مطحونه صغير شويه بودره. وصراحه الثومه الطريه كتجي فرق في المذاق، الشرموله جات هذه احسن. وهنا دزت باش نحضر يعني السمك الابيض اللي متبقي عندي، نص درتو هكاك، درتو بروشيت ونص الاخر غندخلو الفرن. كما لاحظتوا هذا الفرماج بارميزون حكيتو، راه وريتكم لومبالاج ديالو قبيله كنت كنهضر. ودر عصرت عليه شويه ديال الحامض وشويه ديال الملحه. وهاد الخلطه البنات اللي لهالطريقه هذه ديروا السمك الابيض، اي سمك يعني حتى الفيلي العادي، ماشي بالضروره لهاد الماركه هذه، ديروا غير الفيلي العادي بنفس الطريقه كيجي رائع. تبعوا غير يعني غير الفيديو هكا وغادي نشوفوا الطريقه ديالو، كيجي زوين. هاد الطريقه ايطاليه اكيد غادي يولي عجبكم، وغادي توليو غيولي معتمد عندكم. كما لاحظتوا زدت عليه شويه ديال زيت الزيتون والملحه والحامض، درت له هكا. وغادي ندوز باش ناخذ نصايب لكم نصايب هاد يعني هاد الطريقه اللي غادي نفند فيها هاد السمك.
تمشي ليا البنات، راني كندير مونطاج في العشية وانا صايمة، يعني غنديرو دابا وغنلونسيه دابا، يعني ماشي قديم يعني تقريبا دابا 4:30 انا كندير مونطاج. وزدت شوية ديال الفلفلة الأحمر البودرة، الكركم، وغادي ندير معاه العطرية ديال السمك، وهذا قزبر يابس مع التومة، فلفل أحمر مهم بزاف. خيب عليكم درت له انا ديك المعلقه، لانه ما الطريقه ديالو هكا باش يعطي داك اللون داك الاحمر في الطبق. وكنخلط هكا، وديروا فلفل احمر بودره هذاك الحار حتى هو راه كيجي زوين بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار، حيت ما يمكنش لكم تستعملوا الهريسه في الطبق، حيتاش دايرينو هكا غير بحال الشابلور، يعني كدوزي تاخدي السمك وكدوزيه في هذا الفرماج هكا كيجي زوين مع هاد الفرماج، كيجي رائع في المذاق ديالو. راه وريتكم لومبالاج ديالو، اكيد راه متواجد، انا خديته غير من ليدل، كاين كاع في لي سوبر مارشي. يمكن لكم تضيفوا شويه ديال القزبر مع هاد، عفوا، مع الدنوس، مع هاد الفرماج، مع هاد الخلطه، باش يجيكم داك دوك النقيطات هكاك في الخضار يبانو. ويلا ما بغيتوش يمكن لكم ديروه في الاخير وتزينوا به الطبق. وخديت هاد ليمون صغيرين هكا جوج، غندهنهم بزيت الزيتون، انا كنستهلك البنات زيت الزيتون بكثره، كيعجبني هكا في الاطباق، ما كيخطاني الصراحه، وليت مدمنه عليه، والقرعه عندي ما كتضربش ما كتضربش يومين 3 ايام كتسالي الا راني كناكلو، حق يجي زوين. يعني الاطباق ديالي معظمها ما كندخل يعني هاد زيت زيتون. وكنبقى هكا نفند داك الشيء المتبقي، كنحاول نرشو مزيان. هنا قطعت السمك، كان عندي هذاك طويل شويه، قسمته على جوج ديال القطع، وغادي نرش داك الفرماج ديال البارميزون من الفوق. يمكن لكم ديروا شويه ديال الزعتر حتى هو راه كيجي زوين مع الاسماك، وكيعطي واحد النسمه، واحد اللذه للاطباق. وغادي نزينو بشرائح ديال الحامض، كيبقاو اختيارين، مي الحامض كيجي زوين مع الحوت، وكيعطي واحد المذاق زوين في الاطباق. يمكن لكم ديروا غير طريف واحد، انايا هكا بغيت نستعمل الحامض. يعني غير شرائح صغيره، يمكن لكم ديروا غير جوج الشرائح ولا غير وحده في الوسط، ماشي بالضروره هكا يعني نديروا بزاف ديال القطع. اكيد اللي متوفر عنده الحامض وعنده يستعمل الحامض، راه مزيان. وغادي ناخذهم حتى هما وندخلهم الفرن من بعد ما يطيب ليا سمك السردين. وغادي ندوز باش نصيب هاد البروشيت، غادي نزيد عليه جوج المعالق صغار ديال اليوغورت طبيعي، وبودرة الثوم، وغادي نزيد معلقة تقريبا كبيرة ديال صلصة الصوجة أو صوص الصوجة، هي اللي راني مدرتهاش في الطبق الأول، في الوصفة الأولى اللي استعملت في الفيديو السابق ديال البروشات. الصوجة كتعطي واحد المذاق مغاير تماما. وغادي نخليه شويه تقريبا حتى نقطع هاد الخضر، لانني في الاول شرملت هذيك الشرموله الاولى، وهذا زدتو اليوغور طبيعي مع صلصه الصوجه وبودره الثوم، يعني خدا الوقت ديالو تقريبا شي ساعه. ودابا غادي ندوز باش نقطع الفلفله اللي غادي نستعمل مع هاد البروشيت، غادي نقطعها هكا يعني مربعات. يمكن لكم ما تستعملوهاش، يمكن لكم تستعملوها اختياري، يمكن لكم ديروا غير سمك الفيلي وتدخلوه من الفرن. من الاحسن البنات كنصحكم انكم تجربوا انكم تشوفوا السمك
في الفرن راح كيجي احسن من انكم تشويه في الشوايه. انا كنهضر على هاد النوع، هذا كيجي رائع ودزت باش نقاد كما كتلاحظوا. كنصايب هاد بروشات، كندير الفلفله، الفلفله كنديرها انا مع السمك، ماشي غير على حساب المنظر، وانما باش حتى داك السمك كتبلوكيه، ما كيبقاش يلعب في وسط البروشات كما كتلاحظوا. يمكن لكم ديروا ديك البصله الصغيره، ديك اللي كتباع هكاك، في راه كاينه في لي سوبر مارشي موجوده، حتى هي كتجي في، يمكن لكم ديروا داك الراس القدامي، ولا يعني طوماط سوغيز اللي سبق لي وكما درت في الطريقه الاولى اللي عندي في الفيديو السابق. البنات اللي ما شافوش الفيديو او الوصفات اللي راني محضره في القناه اكيد غادي تعجبكم. كنقول لكم ضربوا، شوفوا طليلة ضربوا دويرة عندي في القناة، أكيد كاينين وصفات اللي غادا تعجبكم وإن شاء الله تجربوها. وأكيد متأكدة ماشي أنا الحاجة اللي ما كنتش مجرباها وناجحة ليا ما كنحطهاش في القناة ديالي، راه دائما كنقولها. ما كنبغيش هكا الناس يشريو مقادير وكيوجدوا يصايبوا شي وصفة ويعقبوا يرميوها حشومة، يعني شي فيه حتى الإثم. الحاجه الا ما عرفتش هي هذيك ما كنتش متاكده ما كنحطهاش. كما كتلاحظوا بقيت هكا كنقاد في هاد البروشات كاملين. المهم تبارك الله كيلو ديال السمك الابيض راه عطاني عطاني جوج ديال الوصفات، يعني يمكن لكم غير من حاجه تخرجوا حوايج. وحتى هذاك السمك كون بغيت نقسمه على جوج، داك السردين كنت غنقسمه على جوج، نص نديرو هكا بخليط ديال مع الخضار في الفرن، النص الاخر نديرو في الفران بوحدو، رافقو مع الدنجال او لا مع الله. الوصفات هكا البسيطة ديالنا ديال المغرب او لا زعلوك او لا كاين الخير، يعني تبارك الله المطبخ ديالنا راه غني بالوصفات السهلة والبسيطة واللي كتكون في متناول الجميع. وهنا غادا نكون صيبت يعني البروشات ديالي هما هادو، غادا ندخلهم حتى هما الفرن، غندخلهم هما وهداك الاطباق بجوج. وغادا ندوز دابا باش نحضر هاد الطبق ديال الفواكه. المهم بغيت حتى هو نقادو باش تبان ليا، يعني البنات راه غير من الليمونه ونص انا استعملت في هاد الطبق، يعني ليمونه ونص وواحد طريف ديال التلاح كما تلاحظوا، غير طريف صغير. كنت خديت جوج ديال الطروفه وواحد راني درتو هكا غادا نديرو نزين به الطبق ديالي، النص الاخر باقي خليته في الثلاجه اليوم يعني نهار اخر. يعني راه غير من شويه ديال الفواكه، واخا يبان لكم الطبق كيبان راه عامر ومشارجي، وهو راه غير شويه داكشي وبسيط، راه يمكن لكم تنوعوا الطاوله ديالكم وتبان مغايره وحتى هكا للضيوف او لا ماشي غير للضيوف لينا حنا، حنا كاع كنبغيو نشوفوا ماشي حتى يجيو عندنا الناس. انا صراحه كتعجبني نشوف الطبله ديالي مقاده وداكشي، كيعطيني واحد كنحس براسي مزيانه. ونهار اللي ما كنكونش مقاده الطبله وما مصايبهاش كيجيني بحال راني مريضه واخا نكون صحيحه. كما قلت لكم راه غير من شويه يمكن لكم تقادوا. وهنا بديت كنقطع في التلاحة هكا يعني طريفات، كيكونوا رقاقين وبنفس الحجم، يعني غير شوية راكم تخرجوا منه تبارك الله الخير. كنديرهم على شكل هكا مثلث، وغادي ندوز دابا باش نقادهم في الطبق كما كتلاحظوا. يعني كنشد التلاح وكناخد طبق يكون دائري، تقطعوا هكا يكون مثلث باش يجيكم الفورمه ديالو تجيكم قاده. يعني تبارك الله عطاني كميه واخا غير شويه، حيتاش انا درتو رقيق ما درتو. انا ما كيعجبنيش البنات نحيد التلاح ديك الطريف الخضر هكاك، ما كيعجبنيش انني نشدو دابا فيا انا في هاد الطبق نشدو نحيد له داك المرسو الخضار ونخلي غير داك الاحمر، ولكن ما كيعجب ما كيجينيش الدلاح، خصني الدلاح هو اللي نعضو ونلقى داك الخير يبقى الشكل ديالو من يضر هكاك.
من كيما تربينا وصافي. وقطعت هكا دوك الشرائح ديال الليمون كما لاحظتو قبيله، وحتى هما غادي ندورهم، يعني النص ديال هاد الطبصيل درتو في التلاح، والنص الاخر درتو هكا بالليمون. يمكن لكم ديروا الكيوي، يمكن لكم ديروا اي حاجه متوفره عندكم، سويهله في الجناب او لا اي حاجه، يعني ماشي بالضروره هادشي اللي درت انا. المهم هادي كفكره، فكره وصافي. هادي هنا غير ليمونه ونص، كنت انا جبت جوج ديال الليمونات، مي بانت ليا ليمونه ونص كافيين مني قطعت، جاتني هي هاديك. وخديت التفاح الاخضر حتى هو باش نهرس به اللون، كيعطي واحد التلوين حتى هو زوين في الطبق. غادي نديرو يعني في الجهه المعاكسه، كما لاحظتوا يعني قلبت ليه الجهه الراس ديالو، غادي يجيني احسن مني. جيت كنلاحظ مع راسي قلت لا خصني نقلبو باش هكا يجي بحال مختلف. يعني غير من شويه يمكن لينا نخلقوا واحد الجو، واحد الطبيله اللي تكون زوينه ومتنوعه. وكانوا عندي لي سوغيز خديتهم زوينين، هذا وقتهم البنات، يعني تقريبا هاد الفواكه اللي عندي كامله موسميه، ماشي فواكه يعني غير هذا هو الوقت ديالها. يعني كل طبق درت فيه واحد تقريبا واحد الكميه ديال السوريز باش نعمر هذيك الجهه اللي كانت عندي. اكيد الوليدات كيعجبهم هاد السوريز، انا ولادي كيحماقوا عليه، وحتى انا صراحه انا مني اول حاجه كنبدا بيها في الفطور ديالي انا، يعني من بعد ما كناخذ التمار وهذا لي فخوي كنسبقهم، دائما كنسبقهم، ما كنبغيش ناكلهم في الاخر، كيعجبني ناكلهم هما الاولين. ونصيحة ما تشقوش شربوا العصير هو الاول، الا شربتوا العصير هو الاول راكم كتنفخوا وما كتقدروش تاكلوا مرة. انا دي تقريبا هذه عامين تفاديت هذيك انني نشرب العصير، انا عارف راسي كنت نفخ بسرعة. وهنا كنت مصايبة واحد المسمن وبطبوط، عجنتهم بنفس العجين، درتو بالدقيق القمح الكامل اللي ما صورتهمش، يعني دايراهم في الدار. وهذا هو السمك كما لاحظتوا كيجي زوين، وداك الفرماج كيطلق فيه كيجي المذاق ديالو ما نقولش لكم البنات، رائع بزاف كاع، جربوه اكيد غادي يعجبكم. والحريره اللي حضرت حتى هي ما بقيتش نصورها لكم في الفيديو لانني فايته حضرت حريره شحال من مره في القناه. وهادو البروشيت ديال السمك، لاحظوا كيفاش غير من التتبيله ديالهم والمنظر ديالهم راه كيبان ولداد بزاف، والسردين كيبان بحال المقلي. وصيبت معاهم واحد شلاضه هكا، يعني اللي قطعت فيها داك الكرومب هذا الموف، ودرت شويه ديال الزيتون، طوماط سوغيز، شو يقولوا له الاخر، فرماج موتزاريلا. انا البنات راني صايمه وهادشي كيبان لي جاني الجوع. وهذه هي الطبله ديالي البسيطه جدا، كنتمنى انها تعجبكم. ودرت العصير ديال الخوخ والليمون، وخبيزات اللي سبق لي وحضرتهم معكم في القناه، والتمر شباكيه سلو، داكشي اللي عادي اللي عندنا في اللي كنحضروا. ونتمنى الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.